اهلا من جديد مشاهدينا، نمضي ونتواصل معكم عبر صباح الشروق وصلنا بكم الى الشروق نت ومع مديري تحرير موقعنا الشروق نت على الشبكه العنكبوتيه زميلنا الاستاذ بليغ. اهلا بك. اهلا بكم معكم. نواصل التحليل. اذا نبدا من هذا الخبر احمد، الاعلان عن اعضاء المجلس المركزي للتغيير. اعلن الناطق الرسمي باسم قوى الحريه والتغيير وجدي صالح يوم الاحد عن أسماء عضوية المجلس المركزي من تجمع المهنيين الذي يتكون من أحمد ربيع وهيفاء فاروق وحسام الأمين وعمار يوسف وفيصل بشير. وقال ويدي في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء إن كل من علي الريح السنهوري وعبد الرحيم عبد الله وصديق يوسف جمال إدريس وكمال بولاد يمثلون عضوية المجلس من قوى الإجماع الوطني. وأوضح أن عضوية المجلس المركزي من نداء السودان هم صلاح مناع ومريم الصادق وإبراهيم الشيخ وأحمد شاكر ويوسف محمد زين والصادق الزعيم. ومن التجمع الاتحادي أيمن خالد أسهري علي وأحمد حضرة فيما يمثل تجمع القوى المدنية في المجلس المركزي مهي الصديق ومحمد خطاب وأمين محمود ويمثل تيار الوسط طارق عبد الحفيظ والحزب الجمهوري حيدر الصافي. وأكد أن السكرتارية المشتركة تتكون من كمال بولاد ومهيد صديق وعلي مطر وخالد عمر فضلا عن المتحدثين الرسميين باسم المجلس المركزي وهم إبراهيم الشيخ وأيمن خالد وأمين محمود. يعلن أول إعلان قوى الحرية والتغيير تعلن عن أعضاء المجلس المركزي للتغيير، كيف تقرأ هذا الإعلان؟ تقريبا هذا أول إعلان رسمي بصورة رسمية عن التشكيل القيادي، التشكيل المهم في قوى الحرية والتغيير منذ بداية التوقيع على إعلان الحرية والتغيير منذ بداية انطلاق ثورة ديسمبر، وظلت قوى الحرية والتغيير لا تعلن عن هياكلها القيادية بالتحديد، قيادات هياكلها القيادية بالتحديد طوال الفترة الماضية من الأيام التي صاحبت عملية التغيير. هذه خطوة مهمة جدا، دليل على أن هناك عبور من مرحلة إلى مرحلة، مرحلة العمل الميداني الثوري إلى المرحلة التي الآن تنتظر فيها هياكل الحكومة قوى الحرية والتغيير بالوقوف إلى جانبه والمساعدة في هذه الظروف الصعبة جدا التي يمر بها السودان لعبور هذه المرحلة إلى آفاق الحرية والسلام والديمقراطية والعدالة، الشعار الأساسي لثورة ديسمبر المجيدة. يعني أيضا دعنا نتحدث عن المؤتمر الصحفي الذي كان بالأمس لقوى إعلان الحرية والتغيير اللي تناولوا فيه عدد من القضايا، ويمكن ركز الزملاء الصحفيين اللي كانوا موجودين في المؤتمر الصحفي في أسئلتهم على القضايا الاقتصادية وكيفية الحلول لها يعني، وكانت هنالك إجابات. كيف تنظر إلى هذه الإجابات؟ هل باعتقادك أن كل ما قامت به قوى الحرية والتغيير حتى الآن وما ستقوم به من خلال سردها هو مطمئن، أم أن عجلة العمل تسير بشكل بطيء؟ والله أعتقد أن العبور إلى هذه المرحلة يعد أمرا مطمئن، مرحلة كان فيها الوطن ما بين يكون أو لا يكون، والعبور إلى هذه المرحلة يعد أمر مطمئن. ما زال هناك متسع من الوقت أمام الحكومة الانتقالية وأجهزتها كلها للعمل بكد وجد لعبور كل التحديات التي تواجه البلاد. هذا أمر مهم جدا كونه إنه البلاد حتى الآن تعبر إلى هذه المرحلة من دون أن تنزلق في متاهات كان يخشاها جميع أبناء السودان طوال المرحلة الماضية، مثل ما انزلقت بلاد أخرى في محيطنا ودخلت في متاهات صعبة جدا ومتاهات مدمرة وكارثية. نحمد الله إنه نحن عبرنا حتى الآن إلى مرحلة
آمنة ومرحلة يمكن أن تنطلق فيها الحكومة حتى من المسائل الكثيرة جدا الخاصة بهيكلة الاقتصاد والتغيير الجذري في أجهزة الدولة بما يؤدي إلى الانطلاق إلى آفاق رحمة.